الآن شغال، إذا أحد يبي يتصل، إذا أحد مع المنال يتصلون يتصلون. ما تقولون خيطي بيضي. يوم آخر على خطى امرئ القيس، وهو يوم لا يخصه بكامله، لكن يكفي لهذا الشاعر أن يمر ولو بظله على مكان ليحوله بحوادث حياته المشتبكة إلى تاريخ يصعب تجاهله. وهذا ما ينطبق على وقفته عند السموأل ملك تيماء الذي أودع عنده ابنته فاطمة ومعها دروعه الشهيرة، وتلك وحدها قصة ليست مثل كل قصة. ووصلنا إلى تيماء من أجل توثيق قصة امرأة القيس مع السموأل. وهو يتنقل في سهول حضرموت ووديانها، جاءه رجل من بكر بن وائل ليخبره بأن أباه قد قتله بنو أسد. حينها كان يلعب النرد، لم يتوقف وقال قولته الشهيرة: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، ألا لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر. وعندما انفض من التف حول الشاعر امرؤ القيس في منطقة وسط نجد في الرس وما حولها في القصيم، ولم يبقى معه أحد ليقاتل فيهم بنو أسد الذين قتلوا أبوه الملك حجر، فكر في فكرة، ولأنه ابن ملوك قال: لماذا لا أذهب إلى قيصر الروم في إسطنبول؟ فخرج من منطقة وسط نجد متجها إلى تيماء. لماذا إلى تيماء؟ للسموأل بن عادية، السموأل بن غريض بن عادية الأزدي من قبائل الأزد، هو عربي لكنه يهودي، وهذا قبل الإسلام، هو كان معتنق اليهودية، يعني كان موحدا. هذا الرجل السموأل يضرب فيها المثل بالوفاء، فيقولون العرب أوفى من السموأل، لبغوا يصفون أحد بالوفاء قالوا أوفى من السموأل. جاء هنا امرؤ القيس ليذهب إلى قيصر الروم في إسطنبول، يأتي بنصرة بجيش ليقاتل فيه بني أسد في منطقة القصيم. فلما وصل إلى السموأل كان معه سبعة دروع، سبعة دروع تعتبر بمقياس اليوم كأنها سبع دبابات ولا F-16، طائرات F-16. هذه الدروع ليست درع تلبس على الصدر أو على الرأس، هذه دروع تلبس على الجسم كله، ورثها من أبائه الملوك من بني كندة أيام ما كانوا في سد مأرب وأيام ما كانوا في مملكة الفاو الذي كنا فيها من قبل. درع اسمها السابغة لأنها تسبغ على الجسم كله، تتخذ سنوات تصنع لأنها للملوك ليست لأي أحد، وذات الذيول ولها أسماء كثيرة. فأتى بهذه الدروع ووقف عند هذا القصر، قصر السموأل، ومعه ابنته فاطمة كانت شابة، ومعه زوجته، فقال: إني سأضع عندك الأمانة. شوف، لم يجد أحد يضع عنده الأمانة إلا عند السموأل لوفائه. قال: على الرحب والسعة. فهنا أمام هذا القصر في منطقة تيماء القديمة، لأن يحيط فيها سور قديم، وضع بنى قبة حمراء. السموأل بنى قبة حمراء من جلد وليست من شعر، ووضع عليها خدم، ووضع فيها ابنة السموأل، وأدخل الدروع داخل القصر.
السموأل وأمرأ القيس شاعرنا ركب البعير هو صاحبه ومسكوا طريق الشمال على الأردن على سوريا على تركيا. فلذلك لما مشوا من هنا وش قال امرؤ القيس؟ قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر. من طول الطريق بكى ليعرف أنهم رايحين البلاد باردة بعيدة غريبة. وهو في الطريق في واحد اسمه الحارث بن أبي شمر الغساني من قبائل غسان، فعرف بقصة الدروع فجاء بجيش جرار، لأن هذه غنيمة لا تقدر بثمن، ووقف أمام القصر وقال للسماوال: أعطني دروع امرؤ القيس، هذا الشاعر المجنون اللي يريد أن يقاتل بني أسد عشانهم قتلوا أبوه والناس انفضوا، أعطني. قال: لا، لا أخفر ذمة العهد اللي بيني وبين امرؤ القيس. كان لسوء الحظ ابن السماوال الخارج للصيد هنا في المناطق القريبة في جبل غنيم وهذه المناطق يصيد البدن الوعول، جاء المسكين على فرسه، فلما جاء إلى الجيش الجرار محيط بهذا القصر قال: تعطيني الدروع ولا أقتل ابنك؟ والسماوال يطل عليه من فوق القصر هذا قبل ما يتهدم، قال: لا أخفر ذمة من أعطيته والعهد دونك وابني وما تريد. فذبحه أمامه وهو ينظر. لذلك ماذا قال السماوال؟ قال: بنى لي عاديا حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت، وأوصى عاديا قدما بألا تهدم يا سماوال ما بنيت، وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. يا الله. الدروع وابنة صاحبها امرئ القيس أمانة فداها السموأل بابنه، لم يعد صاحبها ليستردها وابنته، فقد مات أثناء رحلته ودفن في أنقرة حيث قبره الموجود هناك حتى الآن. طبعا لما نقول تيمة بغض النظر عن النابونيد نتكلم عن السموأل وقصته مع امرؤ القيس والوفاء، وأنتم الآن هنا تعملون في تيمة القديمة. نعم. وش تسمونه هنا؟ نعم، هذا الموقع يسمى محلياً قرية السموأل. قرية السموأل. نعم، قرية السموأل بن عادية. طيب، كما هو معروف السموأل بن عادية هو السموأل بن حية بن عادية، هو من الأزد من قحطان، كان ملك تيمة، وكان يشار الكثير من حقيقة أسهبت كتب الموروث العربي والكتب القديمة عن قصره وعن معالمه، وكثيراً ما ركزت على قصته التي تحكي عن الوفاء مع امرؤ القيس بن حجر الكندي حينما جاء إلى تيمة. طبعا هالمنطقة هذه هي اللي عرفت كما أسلفنا بقرية السموأل، فيها كثير من المظاهر الأثرية، من هالآبار ومن هالأسوار ومن هالأبراج ومن هالمعابد ومن هالأسواق مختلفة حقيقة، كان المنشآت تختلف في وظائفها من منطقة إلى منطقة، لكنها جميعها تشير إلى حضارة مدنية كانت راقية جداً أيام ذلك الملك. ثم يكمل السموأل فخره بقصره وحصنه المسمى الأبلق الفرد، فيقول: أبلق تزلق العقبان عنه إذا ما نابني ضيم أبيت. وهو كما ترون أحجاره بلق، والبلاقة في اللغة يعني الأسود المخالط بياض، فهي حجارة حمراء وبيضة وسودة، وكان رفيع تزلق العقبان عنه من ارتفاعه، وفي داخله البئر الذي كلما شاء استقى منها. وربما أن أبي شمر الحارث بن أبي شمر الغساني وقف أمام هذه البوابة وخيم، وبسبب وفاء السماوال رجع بخفي حنين.
قباب الجلد والدروع التي تشبه الدبابات مفردات مصدرها تاريخ موثق وليست من بناة الخيال العربي، والدليل هو دخول طرف ألماني على القصة، إنه فريق منقبي الآثار في قصر تيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما اسمك؟ أرنولف. أنا عيد اليحيى. I know that you are working with the Saudi team together in Tayma, the old Tayma, and to present the story of. Can you call this a Samawal? Well, that is an interesting question, and certainly Samawal is a key, so to say, to get access to this site. Even though our research of the last 10 years has shown that the history of this place goes back into the 4th or 5th millennium BC. Oh, but I think Samawal, for everyone, for the people living in Tayma in Saudi Arabia, it's something to be connected with this place. So there's always this legend, this history around Samawal to be associated with this place. Apart from, let's say, the actual archaeological findings, this is something in between, always. Yeah, we are here for to speak about the loyalty, the story loyalty between Samawal and Imra al-Qais. And I'm sure you know the Mu'allaqa. Yes. You know the story of Samawal with the weapons of Imra al-Qais. What do you know about it? Well, I mean, it's the story that he has to keep a promise. Promise. Al-Wafa. Yes, exactly. And that is where he even sees his son being killed in order to keep his promise. So it's a very strong message for being straightforward, and if such a message is connected to such a place, it's also very interesting and challenging, not only to work here, but also to think about the effect of this story for the people living here today. Have you read Al-Mu'allaqah in German or in Arabic? Well, I have read some parts in German and in English, I have to say, and there's also another sentence where it is dealing with Tayma, because they say, even if the rain destroys the palm tree, the walls of ancient Tayma will still stand. I mean, that's a very free translation of my side. But this is something we always put when we write about Tayma in a more general way. We put it as a kind of sign, a message. And as you see, the walls are still standing. So in effect, it's even many hundred years after, it's still valid, this message. So you know, وَتَيْمَا لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعٌ نَخْلَةٍ وَلَا أُطْمَنْ إِلَّا مُشَيِّدًا بِجَنْدَلِي. It's easy, you can. I should say. But you say it in English. Yes, yes. وهذا البئر الذي ربما يقع في وسط الحصن. حصن الأبلق الذي يقول وبئراً كلما شئت استقيته. أيضاً الشاعر الأعشى صناجة العرب صاحب المعلقة ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل، وثق هذه القصة فقال كن كالسموألي إذ أحاط الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري، يعني الحارث بن أبي شمر الغساني. بالأبلق الفرد، هذا هو الأبلق الفرد، من تيماء منزله حصن حصين وجار غير غدار. فشك طويل لما تحاور هو الحارث بن أبي شمر الغساني، كان يطل عليه من فوق من القصر وقال واقتل ابنك ولا تعطيني الأدرع. فشك غير طويل ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري. يا الله، اقتل أسيرك ابني، لكن لا يمكن أني أسلم الدروع وابنة امرأة القيس لك. فرجع خائبا، والآن القصة لها 1600 سنة، والآن أتينا هنا لنوثقها لأنه خلد في هذه المكرمة العظيمة التي هي قيمة عالمية وقيمة إنسانية. أي والله، وهذا البئر قديم جدا أثري في هذا القصر العظيم، ونشوف آثار أحززة الرشاء الحبال كيف طبعا هي لم يعاد تأهيلها بعد، سنعيد تغطيتها.
هداج تيماء الذي يحمل أكثر من دلالة على أهمية تيماء الكبيرة التي بلغت من التأثير حداً دفع آخر ملوك الدولة البابلية الكلدانية نبونيد إلى أن يبذل الجهد والمال من أجل أن يترك أثراً فيها يخلد اسمه، وهو هذا البئر. نحن في هداج تيماء، هذا البئر الذي عمره أكثر من 2600 عام، احتفره الملك البابلي نابونيد عندما أتى من بابل إلى للإقامة في تيماء. هذه الأرض اشتهرت أنها أرض السموأل صاحب الوفاء العظيم، فيسمى هداج تيماء في مملكة السموأل لأنه كان ملكا على تيماء. هذا البئر أكثر من 77 جملا في نفس الوقت ينضحن الماء منه، وإلى الآن في ماء ولم ينتهي إلى الآن في تيماء. وإذا وصف أحد بالكرم فيقال مثل هداج تيماء، لا يمل ولا ينضب ولا ينتهي منذ أكثر من 2700 عام. تيماء والسموأل وقصته المؤثرة كانت نهاية الرحلة على خطى امرئ القيس التي أخذت أياماً أكثر من أي شاعر آخر من شعراء خطى العرب، فقد طار هذا الشاعر بجناحين التاريخ والأدب، وهذا أمر لا يحدث إلا نادراً.